نعم. طيب سماحة الشيخ، نأتي نرجع إلى الآية، آية الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أولا، لماذا كان الإسراء من مسجد إلى مسجد وليس من جبل إلى جبل أو من أرض معينة إلى أرض معينة وخص بها المسجد؟ هذه الرسالة التي بعت بها النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة مرتبطة بعبادة الله تعالى، والمسجد هو المكان المقدس الذي خص من أجل العبادة، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمسجد هو المكان المخصص للعبادة، والمساجد هي أماكن مشرفة شرفها الله تعالى بحيث جعلها أولا هي مشرق لنوره، جعلها هي مشرقا لنوره. فالله تعالى عندما ضرب المثل لنوره بقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أتبع ذلك بيان المكان الذي يشرق فيه هذا النور، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. فهذا النور يوجد في هذه البيوت، والله سبحانه وتعالى بيّن أن المساجد خاصة به، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبيّن أن المساجد عمارتها تدل على الإيمان: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقد أضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما. فإذا المسجد هو أقدس بقعة على الأرض، لأن المساجد هي بيوت الله تعالى في أرضه. ففي الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فإن حقا على المزور أن يكرم زائره. نعم، هذه هي الحكمة في اختصاص هذين المسجدين بجعلهما مبدأ ومنتهى هذه الرحلة الأرضية، رحلة الإسراء. ثم مع هذا كله أيضا، الله سبحانه وتعالى أراد أن يورث هذه الأمة مقدسات الأمم السابقة، المقدسات الشرعية التي تلقي تقديسها من وحي الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن الكعبة البيت الحرام هي أول بيت وضع للناس. ثم مع هذا كله أيضا، بالنسبة إلى المسجد الأقصى المبارك، هناك متنزل رسالات الله تعالى على كثير من عباد الله الصالحين من الأنبياء والمرسلين. فلذلك أراد الله أن يورث هذه الأمة هذه المقدسات بأن يجعلها مرتبطة بهذه الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، هناك شبهة يثيرها بعض المستشرقين وأذنابهم، يقولون إن الآية الكريمة ذكرت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مع أنهما لم يبنيا إبان تلك الحقبة خاصة المسجد الأقصى، بل إن عمر بن الخطاب هو الذي بناه. فهم يريدون، أو مرامهم من ذلك، والقدح في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما ردكم؟ نعم، المسجد الحرام هو رحاب بيت الله تعالى، وهناك الكعبة المشرفة التي يطوف بها الناس من أهل إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج إلى ذلك البيت، وقد عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
وأمر إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج إلى ذلك البيت، وقد كان الطواف حول ذلك البيت منذ عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لم يتوقف الطواف قط حول البيت ولم تتوقف عمارة البيت. فأراد الله سبحانه وتعالى إبقاء شرف هذا البيت، بحيث إنه يكون قبلة لهذه الأمة، ويكون أقدس مكان في هذه الأرض، ويكون مع ذلك بداية لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسجد الأقصى المبارك فإنه كان مكان عبادة، مكان طهر، مكان تقرب إلى الله تعالى في عهود النبوات السابقة، في عهود أنبياء بني إسرائيل، وأراد الله أن يورث هذا الأمر هذه الأمة. نعم. سمح